أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. والله يا أخي الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلكم في هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما أحب وأرضى. لابد تعلموا الناس السنة، تتمسكوا بها أنتم أولا ثم تعلموها الناس، والله سبحانه وتعالى سيسألكم عنها، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، فلا بد أن تعملوا بها، تتعلموا أولا وتعملوا ثم تدعو إليها، وخاصة غير المسلمين. بالأمس تقابلت مع قسيس، وهذا القسيس قال لي أنا درست في المدارس من الابتدائي إلى الثانوي، كنت أدرس مع المسلمين حتى في الجامعة، درس الجامعة أيضا مع المسلمين، مع بعض المسلمين طبعا. قال لي لم يقل لي يوما من الأيام قط أحد من المسلمين الإسلام أو لماذا لا تسلم أو الإسلام فيه أو هذا هو الإسلام، يقول لم يتكلموا معي بكلمة. سبحان الله. الآن نحن مثلا في السعودية هنا نتمنى أن يسلم على أيدينا رجل واحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنتم الآن يسر الله سبحانه وتعالى لكم الدعوة، أسهل ما تكون، كلمة واحدة، أنا مسلم، أنا أحب عيسى عليه الصلاة والسلام، أنا لا أفرق بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنا أتبع كتاب واحد ورب واحد ونبي واحد عليه الصلاة والسلام وقبلة واحدة. هذا الإسلام دين الخير، دين الرحمة، دين التسامح، دين العدل، دين الحقوق لكل الخلق. لماذا لا تعرف الناس بالإسلام؟ فاجتهدوا، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.